حاجه حلوه قوي، طريقه باليتة السعاده. صحيح، دي مبادره لشباب، مشروع ارت خانه، هو المشروع اسمه كده، لتلوين البيوت بحي مصر القديمه. تعالوا نشوف تفاصيل اكتر عن باليتة السعاده دي على الصبح كده واحنا بنبدا، ونرجع نكمل معاكم. بيوت رماديه وازقه غير نظيفه، واقع غير سعيد يستيقظ عليه اهالي مصر القديمه يوميا، وهو ما سعى شباب أرتخانة إلى تغييره، فحولوا هذه البيوت إلى جداريات من فن الجرافيتي الجذابة. اللي احنا عاملينه النهاردة مبادرة اسمها باليتة السعادة. المبادرة دي الهدف بتاعها ان احنا فكرنا قد ايه مصر القديمة كانت من احلى حتت في مصر زمان، ومن انضف الحتت في مصر، الناس كلها كانت بتحب تشوفها، ودلوقتي خلاص ما بقاش كده، الدنيا بقت مظلمة هنا، الناس مش حابة المكان. ففكرنا اللي هو ليه ما رجعش الالوان تاني، ليه ما رجعش الدنيا زي زمان تاني. فقررنا ان احنا هنلون واجهات الدور الارضي اللي في مصر القديمه، اللي بص على الشارع الرئيسي، بحيث ان الناس لما تيجي تشوف حته زي دي تلاقي تشوف الالوان وتحس قد ايه المكان ده حلو، وتيجي مخصوص، ممكن ناس تيجي مخصوص عشان تشوف المكان ده. احنا الاول كنا اصلا بنتارجت اكتر المناطق المحتاجه فعلا فرحه وبهجه زي دي، مش مناطق معظم الناس اللي بتارجت اماكن تبقى اوريدي شكلها حلو فبيزودوا لها الوان ومش عارفه ايه وكده. احنا كان المين تارجت بتاعنا ان احنا نشوف منطقه فعلا تكون محتاجه ده، فده اهم حاجه بالنسبه لنا يعني. وطبعا ان الرسومات تطلع حلوه وتوصل لهم احساس حلو، تبقى حاجه لطيفه يعني لعينيهم في وسط كل الالوان متلطخه للجريهات والبنيهات والمباني اللي مش متكمله، ودي حاجه حلوه ليهم يعني يبصوا عليها. حله جديده زينت المكان، بعيده كل البعد عن تلك التي كستها لعشرات السنين، فنفض عنها غبار الاسمنت وتزينت بطلاء ملون لتبدو في ابهى حله. المجموعه دي جت بصراحه خبطت على البيت عندي، وجم البيت كان مترب وكان قديم، جم بيضرمولي زي ما انتم شايفين كده، وبقى شكله احسن من الاول بكتير يعني. بصراحه الناس دي جت عملت حاجه يعني المنطقه كلها حاجه كويسه يعني، نظفت المنطقه عن المكان الاول. الناس اللي هنا ناس غلابه جدا، باي حاجه صغيره بيفرحوا بيها، اي حاجه بيشوفوها وهم فرحانين بحاجه زي كده، مبسوطين جدا. واديك انت شايفه الاطفال والناس كلها بترحب بيهم ازاي، على قد اللي هم امكانياتهم برضو. وكأن عصا سحريه لامست معالم المكان، فبعد ان تلونت الابنيه بالاحمر والاصفر والازرق، تحول الحي الى لوحه تشكيليه من نوع اخر، فانها حقا باليتة السعاده. ميرنا عادل، اون لايف. تجربة أكتر من رائعة بجد، باليتة السعادة وبهجة الألوان زي ما احنا شفنا دلوقتي. احنا للأسف الشديد القبح كده بيحصرنا في الشوارع والعشوائية، لكن لما الناس تتعود أو العين تتعود إنها تشوف ألوان جميلة في حي زي مصر القديمة، أظن ده هينعكس على سلوكهم، حياتهم هتختلف، تقبلهم للناس، الدنيا هتبقى لطيفة لما تبقى ماشية في الشارع. احنا بنشوف صور أو لما بنسافر بره بنشوف دايما بيوت جنب بعضها كده، يعني كل وكل بيت لون ومش وحش يعني، مش منفر للعين، حلو جميل. صحيح، فحاجة لطيفة. تحية للشباب وتحية لباليتة الألوان، مبادرة جميلة جدا، ونتمنى نشوفها كمان في أحياء كتيرة في مصر. احنا نستحق الجمال ده، ويستحق إن احنا نشوف صور ولوحات. بعدين هم بيعملوا حاجة لطيفة جدا، غير يعني الألوان الجميلة، التعبيرات الحلوة المكتوبة من الحاجات الشعبية المصرية. صحيح، يا حلو صبح، يا حلو طول، حاجات لطيفة. فتحية للشباب اللي عمل الفكرة الجميلة والرائعة دي.